بسم الله الرحمن الرحيم عدنا اليكم بعد الانتهاء من سماع الكلام الشرعي الهام الذي درسه وندرسه جميعا كلام الله في تنظيم العلاقه بين الزوجين الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى وضع نصوص في القران الكريم تجعل كل منهما قريب من الاخر لو كلنا جاهدنا انفسنا وحصل خلاف ما والرجل لجأ الى الهدوء والمراه لجأت لجأت الى عدم الرد عليه وبعدين نصلي ركعتين لله اكيد احنا كده بنطفي نار الخلاف لكن بالاس بكل اسف هو عنيف وهي عارفه انه عنيف وبعدين يكلمها الاول بالكلام ثم هي ترد عليه الكلمه بالكلمه فيتحول ذلك الى ضرب وبعد الضرب يتحول ذلك الى هجر وبعد الهجر يتحول ذلك الى ترك منزل الزوجيه وبعد ذلك نترك ابنائنا في يد من لا يرحم بكل اسف يا يا مشاهدينا ان كل من الزوجين بعد الطلاق بيكيل للآخر وهذا له تأثيره على نفسية الطفل يعني الفترة إن الطفل قاعد فيها عند أمه هي يعني الحاضنة غالبا لما الأب بيقصر في واجباته نحو ابني الأم بتقعد تقول له أبوك وأهل أبوك وأبوك وأهل أبوك والشحنه دي بقى تفضل لسن 18 سنه دون ان ننظر الى مصلحه الصغير هم كاتبين هنا ان كل هذا لمصلحه الطفل ولمصلحه الصغير طب قولوا لي بقى مصلحه الصغير ازاي وانا كل اللي بعمله تداخل الاسره هو بيتاثر بيه ولذلك احنا عايزين نعالج امورنا بما اقره الله سبحانه وتعالى ودائما نقول ان هناك فرق بين التشريع الالهي وسمو هذا التشريع الالهي وبين ايه وبين التشريع الوضعي لا يمكن ابدا هيكون تشريع ربنا زي تشريع القوانين ربنا بيقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مش ممكن هو ربنا سبحانه وتعالى اللي في اول اسره اول اسره خلق المراه من الرجل ثم حصل تناسل وابناء اتجوزوا من بعض وهكذا الاصل هو بعضكم من بعض فالرجل ينظر الى الزوجه على انها اخته وبنته وامه وزوجته وهو المسؤول عن حمايتها ولذلك لما ربنا قال وللرجال عليهن درجه كانت الدرجه هنا درجه مسؤوليه وليست درجه ضرب وشتم واستهزاء ليست كده لان ربنا كانه بيقول له اعتبر نفسك انت الراس في هذا البدن والمراه سائر البدن وهذه الراس هي فيها مجامع الحواس فعليك ان تشغل حواسك من اجل المحافظه على هذا البدن وليس من اجل التعنيف وليس من اجل الضرب وليس من اجل الاستهزاء طبعا احنا بنتكلم كده على طائفه في المجتمع وللاسف الشديد انا مكسوفه ان اقول ان الطائفه دي ما اصبحتش البعض لا هي زادت قوي عن البعض زادت عن البعض لان اي حد فينا بيفهم الرجوله بالنسبه للرجال يفهموا الرجوله على انها استبداد على ان جميع قرارات الاسره في يده هو على ان هي ما عليها الا ان تسير ما يطلبه دون ان يكون ما يطلبه حلال او حرام او طاعه او معروف حتى لو كان من باب المعصيه وهي يا يعني بتلقن ان عليك بطاعه الزوج زوجك هو 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 واحنا بنشوف الحقيقه في الدراما امثله كثيره جدا بتوعينا لبعض التقاليد والعادات في بعض البلاد وخصوصا الارياف لهذه العلاقه ما زال هناك علاقه الاستبداد والسيطره من بعض الرجال نحو المراه بينما حينما نرى دور المراه في هذه البلاد حنرى أن دورها معيلة دورها مشاركة مشاركة مع زوجها مشاركة في تربية أبنائها بمشاركة حتى تزوج أبنائها وبناتها إذا دورها ظاهر وملموس وكما قال الشاعر فهو دور المدرسة الأم مدرسة